متابعي القناة، وكنقول لكم اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون من محل حاج محمد الدكالي، المحل الخاص ببيع مجوهرات لاسي ليكسبي والنقرة وحتى النقرة مشلة بالذهب. المحل اللي كاين في قصرية الزموري في شارع عبد المؤمن في درب غلف بمدينة الدار البيضاء، وكيديروا الإرسال في كازا، خارج كازا وحتى خارج المغرب، كيحلوا طوال أيام الأسبوع وكيسدوا فقط يوم الجمعة. غادي نرحب بالدراري اللي دائما حاضرين ناظرين، دائما كيقلبوا لينا على الجديد والأثمنة المناسبة. معايا خويا حمزة وخويا عبد الرحيم، كيدايرين؟ الله يبارك فيك. مرحبا متابعين ديال القناة ديالك، وكنبغيو نعتذروا بزاف ديال الناس ما جاوبناوش في الفيديو اللي قبل، كان عندنا شويه ديال الضغط خشيمونه. هاد الحلقه دي ان شاء الله غتكون مختلفه كما كنوعدوا، ديما كاين الصول وكاين بزاف ديال الجديد خشيمونه. قلت لي المره جبتي لهم الجديد في الاكسبي. كاين في الاكسبي بزاف ديال المتبعات كيسولونا على الاكسبي، حاولنا ندخلوا من الاكسبي. يعني كاين نوعنا شويه خشيمونه، كاين كوكتيل ديال لاسي، كاين بارك الله عليك، هي الكلمه زوينه كوكتيل. مرحبا بك خشيمونه، وكنشكروك ديما. بارك الله فيك اخويا حمزه، متواجده معنا فيما كنبغيوك، تخلي الوليدات رغم القرايه رغم بزاف. الله يحفظك ليا اخويا حمزه، باش توري المتبعين ديال القناه ديالك الجديد. بارك الله فيك، الله يكبر بك اخويا حمزه خويا عبد الرحيم، وتحيه للمتابعات اللي تلاقيتهم عندك، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. تلاقيت مع ثلاثه ديال المتابعات اليوم، الله يكبر بكم، شكرا على الحب ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا والمحلات اللي كنشتغل معاهم واللي كنقدمهم لكم. خويا حمزه باش غادي نبداو؟ نبداو اليوم بالصوت خشيمون. الصوت باش غادي غنوريهم هاد لي زارتيكل هادو. كنبغي نذكر المحل كيسد فقط نهار الجمعه، نهار الجمعه غير الجمعه اللي ما كيكونش. وبغيت نسولكم قبل ما نبداو على البرومو، واش باقا مستمره ديال ابتداء من ثلاثه القطاع؟ ديما كاينه. فوالا بغينا نذكروا اختي منى، كنلقاو شويه ديال المشاكل في الامانه بالنسبه للناس اللي بحال مراكش اكادير فاس، هذو كتكون عندهم الغزاله، كنحاولوا نصيفطوهم في الغزاله. كتخرج مثلا كيخلص طونسبور مع 9 ديال الليل، غد ليما 10 ديال الصباح بزاف ديال الناس كيتوصلوا بالامانات ديالهم. فوالا غير الناس اللي كاينين زعما في الفيلاجات، هذوك ضروري خصهم الامانه اللي كتوصلهم حتى للبوابه. كانوا دايرين اضراب ناس الامانه شي كثر من جوج الاسابيع كنظن، شهر شي تدنوبه كتبقى واحد الساعه ونص، يكون شويه ديال التبرزيط، حتى الناس كيبغيو شويه ياخذوا الامانه ديالهم كيبقاو مبرصين شويه. حاولنا الناس توقف بحال اللي مثلا تقدر دير بلاصه لاجونس الغزاله، كتبقى لا كوموند تقريبا اقل من 12 ساعه كتوصل، يعني بعض المرات كتوصل قبل كاع من ديال الامانه. خاصه الناس المدن الكبار تكون عندهم لاجونس ديال الغزال، بالنسبه للناس اللي في فيلاجات هذوك كيبغوا الامانه توصلهم حتى لباب الدار. فوالا انتم مزيان هذا التوضيح، عجبني هذا التوضيح، سورتو للناس الجداد اللي كيبغيو كومونديو في الغزاله وتوصل بالامانه ديالهم. تبارك الله عليك اخويا حمزه، شكرا لكم وعلى بركه الله. غادي نبداو باش نتعرفوا على الجديد. حاجه غنبدا ليكم بها كيف ما وعدكم خويا حمزه وخويا عبد الرحيم، هي السولد. غيكونوا معنا اطقم غزالين وبثمن روعه. اول طقم غنوريكم هو هذا ديال فان كليف اللي كيجيو فيه الحلقات وكتجي فيه السنيسله كيف ما كتشوفوا معايا ستيل خريشيشات. هذا الموديل الاول كي قلت لكم ديال فان كليف كيمشي اونصومبل. الموديل الثاني ديال الريالات كيجي على هذا الشكل، غزال 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 غزال. هادو كلهم دي زارتيكل سولدي، الثمن روعه. ديروا غير كابتور ديكرون ورسلوا للرقم اللي كيكون دائما كنحط لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه للبرومو ما شرحتهاش قبيله، ابتداء من ثلاثه ديال لي زارتيكل، ماشي لي زارتيكل سولدي، لي زارتيكل جداد ابتداء. كنديروا لهم ختيمونه راه كان بحال مثلا كتوقف شي ثلاثه ديال لي زارتيكل ديال واحد سولدي، واخده مثلا ثلاثه ديال لي زارتيكل الاخرين كنلقاو زعما كيفاش كيفاش دير. فوالا المهم غير ضروري يكونوا لي زارتيكل الاولين يكونوا جدادين ابار لي سولد. فوالا ابتداء من ثلاثة ديال لي زارتيكل الجداد اللي كنبينو لكم في لا فيديو، عندكم التوصيل بالمجان ياك، سواء كنتو في كازا ولا خارج كازا. فوالا داكشي كنقول لكم، خدي لا كوموند ديالك ديال ماماك ديال صاحبتك ديال جارتك، واستافدي من التوصيل المجاني لجميع مدن المغرب. نرجعو لا برومو ديالنا اولا السولد، كاين تاني هاد الطقم هذا اللي كتجي فيه الخميسة، شوفوا معايا البنات فغيمون بديل الذهب، كيجي غزال. كنذكر هادو موديلات ديال لاسي، وغنوريو حتى ليكسبي هذا ديال الخميسة، واعر واعر واعر. وكاين تاني هاد لو ستيل هذا نوريهم لكم، نبقاو في الاطقم، هذا ديال البابيون، هذا ديال البابيون، شوفوا كيفاش كيجي داير كيحمق، شوفوا كيفاش كيجي ديال الفراشات، غزال غزال غزال. هانتوما واحد جوج ثلاثة، غنوريكم حتى هذا ما كيجي بلا حلقات، بلا حلقات هذا بلا حلقات، شفتوا كيجي بحال ميني سوطوار. شوفوا معايا لا بريونس، شي حاجه غزاله. كنعاود نذكر لاسي انوكسيدابل، ما كيتبدل ليه اللون، ما كيكحل، كيبقى دائما في لا بريونس ديالو، بيان سور مع المحافظه.
كتحافظوا عليه غير هو يعني كيكون سهل اكثر من ليكسبي. كتعومي به كدوشي به كتغسلي به الماء. كتعومي به اختي منى حتى ولكن هو ما يبغيش البارفان. اما الماء كارونتي على حسابي اختي منى على حسابي. لا ما يبغيش هو غير ماء البحر كنظن تعومي به في ماء البحر. اختي منى اللي بيناتهم لا ماتيغ ديال لاسي كتحمل زعما لي برودوي غير هو ما تيبغيش داكشي بكثره. لاسي واخا تشوش برودوي المره الاولى الثانيه الثالثه يعني شنو كيمشي منه كيبقى يمشي منه غير ديك اللمعه. اللمعه على بريونس البريو اللي كيمشي منه. كاين شكليه لاختي منى والله القاسم اللي كيجيو عندنا حاجه قبل ما دولاسي وخبروا ويقول لك لا انا سيدي ما بغيتش ندير البرودوي باش يبقى داك اللمعه ديالك كتحافظ عليه هادشي اللي كاين فوالا غير تحافظي على الحاجه راه كتبقى معاك مده طويله. كنعاود نذكر غنوريكم لاسي وغنوريكم ليكسبي. المهم دابا شفنا خمسه ديال الموديلات شحال غيبقاو؟ 60 درهم 60 درهم فقط 10 درهم هادو خمسه الموديلات 60 درهم فقط وباقي مازال خير فوالا. من 60 درهم دابا غندوزو الموديلات غزاله والثمن فقط 80 درهم 80 درهم. هادو دائما كنذكر لاسي باقي ما بديناش في ليكسبي. موديلات ديال لاسي انوكسيدابل كيف ما كيبان لكم الطقم الاول كيجي على هذا الشكل فوالا. حلقات ديال فان كليف كيجي فيها هذا الميني سوطوار اللي كيجيو فيه 4 ديال اللوينات شفتوا. وممكن كنظن انكم تلبسوه حتى هكا مقلوب غزال. الموديل الثاني كيجي دائما طقم ديال فان كليف. الحلقات كيف ما كيبان لكم مخدوم بواحد الطريقه غزاله وكيجي فيه الميني سوطوار حتى هو باللون الابيض. كاين ثاني الشكل الثالث اللي هو هذا انتم البنات شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره. وكنذكر هذا ممكن تعومي به في الدوش ممكن تعومي به في لابيسين ممكن السيده تشقى به ممكن تدوش به غير يعني الحفاظ يعني باش ما حافظتي عليه باش ما كيبقى معك سنوات وسنوات. شوف كيفاش كيجي داير تلبسيه على جوج ديال لي فاس الفاس اللي كيجي خضر والفاس المذهب. والثمن حتى هو 80 درهم بالحلقات ديالو. نحيدو هادو هادو كلهم موديلات اللي وريتكم دابا ديال فان كليف. باقي واحد ديال فان كليف انا غنوريه لكم هذا حتى هو من الجديد موديل جديد اختي مو ودخلتوه لهم في البرومو برومو حتى هو معهم ماشي شفتو. يعني اللي ما كتبغيش شي حاجه ملونه هذا كيجي سامبل كيبان بحال الذهب شفتو تماما. وبعض المرات هاد الموديلات وهاد الاتقان هذا ما كنلقاهمش حتى في لي زارتيكل ديال الذهب. شوفوا معايا السنيسله كيفاش كتجي تري سامبل موديلات اللي ممكن تلبسيهم كل نهار تعطيهم كادو روعه. ثمن فقط 80 درهم. نجيو دابا لواحد الشكل اخر هادو اللي كنا ورينا في الفيديو السابق كنا دوزناهم ب 100 درهم حتى هما غادي يبقاو ب 80 درهم في هاد لا فيديو هادي. حنا اللي كنتسناو منكم فقط غير جيم وبارطاج وكنعاود نذكر بلا برومو ابتداء من 3 ديال لي زارتيكل في الجديد اللي غنوريكم ابتداء من 3 ديال لي زارتيكل التوصيل بالمجان سواء كنتو في كازا اولا خارج كازا جميع مدن المغرب. شوفوا الحلقات كيفاش كيجيو دايرين وشوفوا معايا السنيسله كيفاش كتجي دايره حتى هي شكل ديال ميني سوطوار كنتمنى يكون باين لكم شفتوا روعه. كاينها فيها هذا اللون هذا كاين فيها اللون الابيض هذا ان غوز بيبي هذا اللون الابيض هذا اللون الازرق يعني غير البوله اللي كتبدل وهذا واحد اللون اخضر روعه شفتوا. بالنسبه لهذو اختي منى كيس الطولافون ديجا كنا قلنا يعني فوالا هانتوما اللي بغيتي يعني بغاتو مازال هابط كثر كترخفو فوالا بغيتي مقبوط وهاد البلاصه وهادو كيجيو هابطين كيبقى السيده الاختيار. والثمن قلنا فقط 80 درهم حتى هي غزاله هذه حتى هي. اخر موديل ديال 80 درهم هو هذا شوفوا معايا كيجيو فيها دوبل شان كيجيو فيها بحال لي بيرل هكا في الابيض حتى هي روعه كتبقى حتى هي فقط بالثمن ديال 80 درهم. ونزيدكم حتى هاد لو موديل هذا حتى هو غيبقى ب 80 درهم فقط كيف ما قلت لكم حلقه ديال السولد عند مجوهرات الحاج محمد الدكالي كنذكر اللي كاين في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن في درب غلف بمدينه الدار البيضاء. هاد لونسومبل هذا اللي كيجي حتى هو دوبل شان كيجي روعه حتى هو فقط كيبقى بالثمن ديال 80 درهم. وشوفوا معايا تاني السولد في هاد لي غورميت فريمون شي حاجه غزاله كنت وريتكم دابا الاطقم. ممكن تاخدي مثلا دي غورميت الحساب على حساب دوك الاطقم اللي وريتكم ديال 60 درهم وديال 80 درهم. بالنسبه لهاد لي غورميت راه الكبارين غيبقاو لكم فقط ب 70 درهم كاين اللي داز ب 100 درهم كاين اللي داز ب 110 كاين اللي داز ب 120 في هاد لا فيديو غادي يدوزو فقط ب 70 درهم. كاين هادي ديال فان كليف الفنوار كاين هادي الفنوار والغوج كاين هادي اللي كتجي بحال ستيل خريشيشات كاين هاد لو ستيل ديال ميكي كاين هاد لو ستيل شتو الشكيلات هانتوما كلهم هادو كيبقاو فقط ب 70 درهم. هادي اللي كتجي خاويه من الوسط هادي اللي كتجي تريبل شان مع البوندونتيف ديال فان كليف. وبالنسبه للخيط قال لي كيبقى فقط ب 50 درهم غير هو كميه محدوده هادو كميه محدوده شتو يعني سارعوا اللي بغات شي حاجه 70 درهم بالنسبه للي غورميت
ولي كوردون دو ما كيبقاو فقط ب 50 درهم. غادي نبقاو البنات دائما في السولد. عندي واحد جوج بلاطو ديال كفغزال خليت اخويا حمزه شتو تا هما غادي يكون فيهم السولد. بشحال كانوا اخويا حمزه؟ كانوا 100 درهم اختي، كاملين اختي منى كانوا 100 درهم كلهم 100 درهم البنات كلهم 100 درهم. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين، هانتوما شوفوا معايا الستيلات كيفاش دايرين هادو كلهم. دوزنا لكم في الفيديوهات السابقه ثمن 100 درهم. فيهم شي موديلات جداد دابا ولاو مشبعات اختي منى، سورتو هادي ديال بدا ديال لي بيرل جاتني جديده، وهادي تاي ديال بابيو تاي جديده. نشوفها نشوفها واو، شوفوا كيفاش كتجي دايره هانتوما. شفتوا شوفوا الستيل ديالها، تجي حصيره هانتوما فيها هذيك النجيمات فنه، فيها دوبل شين فوالا، وفيها نجيمات بلاتي، وفيها هذا البابيون هذا. شفتوا واعره 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 واعره. السلسله ديالهم راه موجوده ولا اختي منى؟ كاينه راه شفتها، حنا غنوريها لكم، حنا غنوريها لكم. كاين واحد السلسله كتشبه ليها، كاين هذه حتى هي 80 درهم اختي منى. شوفوا معايا فيها البيض وفيها النوار وفيها السنيسله وفيها لي بيرل، كيبقى لكم نتوما الاختيار كيفاش تلبسوها. واعره بشحال غيبقاو هادو؟ 180 درهم اختي منى كلهم. 80 درهم 80 درهم هذا الشكل هذا هانتوما. بغيتي زومي فوالا شفتوا، ها نوريكم الشكيلات الاخرين. كاين ديال الخريشيشات، كاين ديال فان كليف الاكثر طلبا والاكثر مبيعا. هذا كيجي لا كوبي ديال لا غورميت ديال الذهب، ولكن اللي كتكون لا فينيسيون ديالها طالعه، كتكون بعض ما توصل حتى ل 3000 درهم. نتوما غتاخذوها فقط الكوبي ديالها فلاسيي، غتاخذوها فقط ب 80 درهم. شوفوا معايا هذه اللي كتجي بحال المكانه، شوفوا معايا هذه الحصيره ديال قبيله اللي بحال اللي وريتكم، هي فيها كيف ما قلت لكم ديال بابيون. يمكن هي هذه، هذه فاتها هي بابيون بحالها. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين واعرين. شوفوا ثاني هذه كيفاش دايره، طيب موديلات روعه. شوفوا شوفوا هذه تري سامبل، السيدات اللي ما كيبغوش شي حاجه شارجي، هذه تري سامبل كتجي ستيل سبور، كتجي سبور اكثر. شفتوا واعرين واعرين واعرين، والثمن كيف ما قلت لكم كيبقاو كاملين فقط ب 80 درهم. دابا البنات غادي نوريكم الجديد اللي جا، يا كاين في لاسيي وفي ليكسبي، لاسيي وليكسبي. كوثر لابسه لاسيي وانا لابسه واحد لاغورميت ديال ليكسبي خديتها، واعره البنات. انا غنخليكم معايا في ليكسبي هو في داكشي بلدي شويه اختي منى، ما فيهش داكشي بلدي صح، ما يشوفوا الناس لا دابا لاسيي اكثر اكثر رومي، ليكسبي في رومي والبلدي، في البلدي موجود فوالا. شفتوا دابا كوثر بالنسبه كيف ما كيبان لكم الدارج دابا، هما هاد لي بيرل ياك اللي كيبانوا بحال الجوهر. شتو البنات هما اللي خرجوا دابا في الموديلات ديال لاسيي، وخرجوا حتى في الذهب. كوثر لابسين هنا ثلاثه ديال الموديلات، كاين الموديل الاول كيجي على هذا الشكل، كاين الموديل الثاني انا كنطول البنات باش اللي بغا دير شي حاجه تسكريني، وكاين الموديل الثالث هذا كيجي فيه اللي فيهم دو بياس، كاين اللي فيهم تروا بياس تماما. شتي بحال دابا هذه فيها ثلاثه ديال ياك، فيها ثلاثه ديال السنيسلات، هذه فيها جوج سنيسلات، وهذه فيها ثلاثه ديال السنيسلات كلهم الثمن. شبه السلسله دابا هذه فيها عقيق، هذه شيا سلسلتها شيا كي دايره، وهذه سلسلتها شو كي داير. شتو واعره واعره كتبان خطيره. الاخت كوثر يديها باش يبان، باش يبان الموديلات ثلاثه. سلسلتها فيها حتى هي اللي بوندونتيف بحالها، بحال قفيل قليه بحال ستيل خريشيشات. دابا اللي كيسوى السلعه اختي منى راه موجوده، ولكن نتوما كتقلبوا حتى المتبعين ديال القناه ديال اختي منى كلاس كيجيو لهم داكشي في كلاس. لا واعر ما كذبش عليك، واعر واعر. السلعه اختي غمض عينك وجيب السلعه وصح تشوف داكشي حاجه في كلاس. هذا الشيء اللي قلتي دابا زوين حتى للناس ديال الجمله، حيت كاين بعض الناس كيبغيو يتقداو وهما يديو المدن اخرى، وكيقولوا لي بغينا الدراري هما يعاونونا باش ما يتزرفوش. والله العظيم خلينا مع الناس كما مثلا اختي منى اللي كتبغي غير بعض ليزارتيكل باش تبدا كنقول الجمله. انا ما نقدرش نكذب عليها نقول لها جمله ونبيع لها بثمن زعما ديال الصوت. فهمتك. يعني شنو كنقول لها؟ كنقول لها الجمله مثلا ثمن حقيقي كتقدم 12 بياسه في كل موديل. غير حنا كنساعدوا مع الناس، ما جاي خمسه ديال ليزارتيكل في كل موديل كنديروا لها ثمن مزيان، وفي نفس الوقت كنصحوها حتى بالحوايج اللي كيخرجوا كثر. هادشي اللي بغيت نقول لك، والجوده وكتوريوها الفرق ما بين هذه وما بين هذه باش هي ما تحاشمش مع الكليان ديالها. يعني باش تكسب كليان يعني دير ثمن. كنقول لها عطيها ثمن اختي منى تقول لها باش تبيعي، فهمتيني؟ صح باش تبيعي. باش تبيعي فهمتيني؟ ماشي زعما غير كتقول لها. يعني راه ماشي غير كيبيعوا لك فقط، كيوريوك حتى كيفاش تبيعي، كيفاش تشري لا مارج ديال الربح ديالك. هادشي كنقولوا بالنسبه لي انايا، راه تقدري تجي لكازا وتمشي، ولكن تقدري تزرفي تمشي ديريكتومون. كاين هاد البلاكيور يعني. فوالا. حاجه وحده اختي منى بعدا اللي يتسالوا من عندنا، والله تنجيهم على الصراحه.
هادشي اللي كاين. كنا صريحين. كنت كاع ما كنبين انايا كي دايره. كنا صريحين اختي مولاي. الله يحفظك ليا. ما كذبوش على المشجعين. لا لا والله إلا بصح. نهائيا. والله. حيت كي كيبيع لك اي ارتيكل كتسولو على لاسي كيقول لك نعم اختي هذيك صافي خسرت. صافي هو باغي يبيع ويشري وصافي. ما كذبش باغا بلاكيون كنقول اختي هذا كيبغي الحفاظ. شي انا ما كنديروش ولكن صحاباتي الصراحه جاو خداو من عندهم. فوالا. والله كيشكروا زعما الكاليتي. عاموا بهم كيديروا البارفان كيديروا كل شيء بحال داير الذهب. لا الله يتا زين غتشوفوا معايا لي زارتيكل الفقراء هو وحق الله هاي صافي دابا دابا شو لا زعما اللي ما عندوش وبغى يتفركز انا بحال دابا الكورميطه ذهب هكا راه غتلقى اللي كيبغي يشوف بزاف درهم ولا يعني باش تجي تاخذها 120 درهم تاخذها 120 درهم راه زوينه وتقدر تاخذ ثلاثه وتبقى تبدل بهم شوفوا كاين هذا الشكل هذا وكاين هاد الشكل اللي كيدير الذهب وما كيبغيش دابا يديرو كاع في الزنقه كيدير هادشي تمام صح كيدير هادشي وكيخرج به حتى لا تشفرت لي ما كيبقاش فيها الحال وكيبانو بحال الذهب يعني باش زوين هذا كتبدلي به هادشي اللي كيكون عندك شي حاجه ديال الذهب كتبقاي تلبسيها غير هي بوحدها اما هادي كل مره سورتو في الحلاقات في هكا في السنيسلات في لي غورميت في الخواتم شتو واعرين هادو دابا اللي كتشوفوا معايا كلهم لاسي شوفوا انا اللي لابسه هذا ديال ليكسبي كيفاش داير هما دابا اللي خديته البنات جاتني مقبوطه على ايدي شتو كيفاش جات دايره بحال فيها الذهب شتو بحال فيها الديامون فهذوك الحجيرات اللي كتبان لكم هكاك محفرين شو ستيل ديالها واعره وممكن تلبسيك على جوج مرات بحال دابا تا دو فوالا دو فاس يعني لبسها على هاد الشكل هذا وكتلبس على الشكل اللي خرجت مؤخرا مازال اختي منى عندها السلسله ديالها في لاسي غنولو كاين دابا دايره الطروات دي اللي خرجت في الخواتم في السلسله شوفوا 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 الا بغيونس ديالها ولا بغيونس ديال الذهب ديال لاكورميت اللي حداها الفرق بين ليكسبي انه البريو ديالو اختي منى كيشبه الذهب لاسي كيكون شويه احمر يعني شتو. الناس كاينين اللي كيجيو كيسولونا هذا السؤال ها انتم هذا ذهب دابا انا جوج كورميطات هادو دايره ذهب شوفوا هذا اكسبيك واعر واعر ما كاينش الفرق كيبان وحسن كاع في اللون كيبان حسن ولات كتبان هذيك ديال الذهب مسخره فوالا انتم فهمتوني تماما وشوفوا كاوتر دابا هادو اللي دايره لاسي وبزاف الموديلات ها كاوتر دابا لبست لكم سته ثلاثه في هذا الايد وثلاثه في الايد الاخرى هادو نعاودو نذكروا الثمن ديالهم شحال كيبقاو 120 درهم 120 درهم هادي عجباتني كيفاش كتسد شوفوا كتسد بالكروشي 120 درهم تلبس فاسكتي مش تقدر تلبس على العكس ديالها بصح على هكا فوالا بحال هكا هانتوما البنات باتي نقادوها قاديها كاوتر بين ما وريتو الموديلات الاخرين كاين حتى هاد الشكال هادو بقاو معايا كاين هذا كاين هذا كاين ثاني هاد لو موديل شتو كلهم كيبقاو بالثمن ديال 120 درهم ها انتم البنات شو انا دابا قلبتها على الجهه الاخرى شو كيفاش كتجي دايره يعني ممكن تلبسيها على هاد الجهه وممكن تلبسيها على هاد الجهه واعرين الثمن ديالهم كي قلت لكم 120 درهم 120 درهم وهذه اللي دايره في يدي انا خويا حمزه شحال قلنا الثمن هادو غنعطيو الاثمنه ديالهم وحدهم يلا هادو اكس بي ما يكون فيهم تمام مزيان ياك وهادو لاسي لاسي 120 دابا بقاو معايا باش نشوفوا الاكس بي اي فوالا البنات هانتوما هادو هما الموديلات اللي خرجوا دابا في لي غورميت ديال الاكس بي ياك ديال الاكس بي كتكون شوف هاي البنات بلاتي بلاتي نزومي لكم هكا ها هي باش يشوفوها فوالا حتى على حساب الضو شتو هي فين كتكون مكتوبه هادي بحال هذيك اللي دايره في يدي دابا انا دو فاس هادي تقدر تلبسها الفاس هانتوما هذا هو الفاس الثاني فاش قلت لكم انا حيت دابا لابساها كاين فاس هكا وريهم الفاس الثاني ها هو الفاس الثاني كيكون سامبل كيجي سامبل هانتوما البنات شتو كيفاش كتجي دايره روعه شوفوا لا بغيونس شوفوا الخدمه كيفاش مخدومه فوالا وبالنسبه كاينه فيها هذه اللي كتجي كبيره وكاين سلات اللي كيبغوا بحال هذه سامبل سامبل وصغيره كتجي بحال هكا كاين هذه ديال الخميسه كاين هذه ديال 3 دي وكاين هذه ديال الجاكوار مازال كاوتر غتلبس لكم ديال الخميسه كاوتر نيت لابسه في يديها جوج هذو كيجيو ديال الخريشيشات كيجيو واعرين ديال الحضور شفتوا ديال الحضور وكاين حتى السيده اللي كتبغي تلبس بحال هادو مثلا كتبغي تلبسهم كل نهار هانتوما انا نقرب لكم باش تشوفوا شوفوا لي بوندونتيف كنذكر هادو اكس بي هادو ما كيبغوش فقط غير دوك لي برودوي ديال مثلا جافيل وداكشي ما كتبغيهاش باش تبقى محافظه على هاد اللمعه شوفوا ديالي انايا ها هو اللي كوريتكم دابا حمقاتني عجبتني انا الستيل ديالها وكاين ثاني هاد لو ستيل هذا ديال الخميسه شوفوا كيفاش كيجي داير هانتوما وفيه جاكوار واو واحد الموديلات كنشوف فيهم انايا غادي يحمقوكم جيمو بارطاج البنات شتو ديال الحضور شي حاجه كتحمق ولكن خصها تلبسها كاوتر هذا ياك غنشوقكم واحد الموديل ديال الجاكوار كيهبل شوفوا هذا كيفاش كيجي داير شتو وكنذكر هادو كي هادو اكس بي اكس بي لاسيي كتاخذي راحتك ولكن كلشي كيبغي الحفاظ راه الذهب وكيبغي الحفاظ
ليكسبيرمان. انا كنت كنعقل فاش مشينا لفاس مولاي يعقوب كيقولوا لنا حيدوا الذهب. ضروري راه ما كايناش شي حاجه اللي ما كتبغيش الحفاظ. شوف كاين هذا الموديل هذا شحال كيبقاو هذا خويا؟ نديرو تمام مزيان يبقاو 100 درهم خشيمو 100 درهم لاسي 120 الاكس بي 100 درهم. خاصك راك درنا لهم حتى البرومو ديال 80 فوالا. وشي حاجه اللي غليظه البنات شي حاجه اللي غليظه انا غنوريكم ديال الخميسه غتلبسها كوثر ونوريها لكم. ها انتم البنات كوثر لبسات لكم الموديل الثاني شوف كيفاش كيجيو داير الخريشيشات ديالو. ها انتم ها انتم شفتوا سلحفات سلحفات كتجي فيها التاج وكتجي فيها هنايا الخميسه ها انتم هنا بحال بحال الفيل واعرين. هادو كيبقاو كي قلت لكم 100 درهم فقط 100 درهم فقط. هذا الماء كلشي هادو ما يبغوش غير البحر الماء ماشي مشكل ما يبغوش غير البحر البنات وما يبغوش البارفان الريحه يعني ترشي عليهم الريحه. حلقات في ليكسبيرتيمون غارانتي تما الله عليكم يعني غيكون ان شاء الله فيديو مطرطق فيديو مميز فيه دي زارتيكل غزالين. هادو كي قلت لكم كيبقاو فقط 100 درهم. ودابا البنات غادي نوريكم الخويتمات كانوا دائما البنات كيتقلقوا منى بغينا الخويتمات. دابا جابوا لكم واحد الشكيله ديال الخويتمات شي حاجه طوب ديال الطوب. غندير لكم بالخاتم اللي دايره انا ديال بلغاري. شوفوا البنات كيفاش داير كيهبل شوفوا كيفاش داير شوفوا الخدمه شوفوا معايا الخدمه كيفاش داير. هذا نورمالمون الفري ديالو كنظن غيكون داير شي 20000 درهم اولا 30000 درهم اللي كيتخاد من عند لا مارك بلغاري واعر. شوفوا البنات كيفاش كيجي الخدمه. واش هادو اخويا حمزه فيهم القياسات؟ هادو فيهم القياسات هما كميه قليله كميه قليله اللي غادي يسبق اللي سبق غنعطيو خاتم مكروهوش هما ولكن راه قليل مكاينينش اختي منى راه حاول ما تدخلو كيكون في لاسي اختي منى تيكون مكيكونوش القياسات بزاف وتا التشكيلات. لا اختي منى لقينا شي مرياجات عرفتي كيديرين ديال لاسي ولكن مقلال غتجيبو عاوتاني ناس غينوض الصداع غادي تحاسبو مع الناس من الاحسن قلت ما غنجيبوهمش نهائيا. فهمتك والله تا واعرين عرفتي انا درتو في يدي حمقني. شوفوا البنات هذا مثلا ممكن ديري مع هاد لا غورميت هادي اللي درت انا في يدي هنايا شفتوا ها انتم انا غنقربهم لكم شوفوا كيفاش جاوا بجوج روعه روعه روعه. ولكن هذا ديال بلغاري سطاني هذا شفتوا. دابا غنبين لكم الموديلات الاخرين اللي كاينين. شوفوا معايا ثاني هذا شوفوا هذا كلهم ياك هذا الطابلو كله لاسي كامل لاسي كله لاسي. الموديل الجديد ديال الكارتي كيكون دوبل خطير خطير تقريبا ثلاثه ديال شفتوا شوفوا كيفاش كيجي داير ديال فان كليف. هذا بحال اللي دايره انا تقريبا شفتوا. شوفوا هذا كيجي كارتيه فيه جوج وهذا كيجي كله مذهب. هذا كيجي فيه واحد اللمسه ديال النواغ. هادو حتى ستيل هادو بحال ديال الخطوبه تقريبا اختي منى عندك الحق تماما واعرين. الطابع ديال الكارتيه كتكون لداخل كيهبلوا كيهبلوا نشوفوا الطابع ديال الكارتيه خصها يتزومي باش يبان. ها هو غير فوالا غيبقى الطابع ها هو كيبان شفتوا. دائما الحاجه كياخذوها هما بلاتي كياخذوها بالطابع كي خصها باش 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 تزومي. ها هي البنات نتمنى تكون باينه لكم شفتوها فين مكتوبه كارتي فوالا. ردوا البال لهاد التفاصيل فريمون شي حاجه طوب. شوفوا تاني هادو انا غنلبس لكم شي واحد من هادو وغنوريكم كوثر لابسه لكم خويتمات ديال اكس بي. شوفوا ديال الكلو شوفوا ديال الكلو كيفاش داير واعر واعر واعر. هادو واش واش نفس الثمن ولا كل واحد الثمن ديالو؟ دوك تغدو لكم الثمن واحد شحال هذا ديال الكلو هذا ديال الكارتي اللي كنا هذا دوزناه ب 60 درهم وهذا كنا دوزناه 70 درهم هو هذا غيبقى لهم 50 درهم اختي منى وديال الكارتي غيبقى ب 60 درهم. هذا 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 50 50 درهم ديال الكلو ها هو هذا 60 ديال الكارتي 60 حتى هو المطبوع اختي منى شفتوا فوالا. الطابع ديالو فين كتكون بلاتي تيوقف شفتوا كيفاش كيجي بلاتي زومي. ها انتم البنات الطابع كنبغي نوريكم التفاصيل واخا كنطولوا شويه كي ضروري باش تكونوا عارفينهم. بالنسبه لهادو غيكونوا اختي فيهم لي طاي فيهم لي طاي وفيهم كميه هادو لا هادو لا اللي سبقات اللي جات وحتى اللي بعيده وعارف ولكن عارفه راسها غادي تجي للمحل اولا بغات غير تواصلي معاه قولي خلي لي داك الشكل وين ممكن يخليه لك. شوفوا معايا ثاني هذا واو شحال كيهبل هذا ثاني ديال بلغاري هذا فيه لارجونتي والدوري والبرونز شفتوا كيفاش كيفاش كيجي داير روعه 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 شفتوا. شو هذا كيفاش داير شو هذا كيفاش داير البنات شحال ثمنك خويا حمزه؟ هادو غادي نديرو ثمن واحد 90 درهم الا هادوك اللي ب 50 60 كلهم 90 درهم. هادو كلهم 90 درهم ولكن العبارات فيهم قلال وحتى الكميه قليله فسارعوا وماشي الذنب ديالهم راه ماشي هما اللي ما مكرهوش هما يجيبوا الكراطن هنايا ولكن وحق الله هذاك الشيء اللي كيلقاو في السوق وكيبغي يجيبوا لكم شي حاجه اللي ما يتحاشموش بها مع الكليان ديالو. شفتوا البنات انا نقيس لكم شكيلات اخرين. هانتوما البنات انا قيست لكم ثاني جوج ديال الموديلات اخرين شوفوا كيفاش كيجي داير شوفوا شحال واعر وهذا اللي فيه 3 كولور كيفاش كيجي فريمون روعه. الثمن 90 درهم كنذكر هادو لاسي
فوالا البنات هما الموديلات دابا ديال الاكس بي، هاو مقيسه لهم مقيساهم ليكم كوثر. انتما راه كاينين بليزيوغ موديل، حنا كلهم تقريبا اغلبيتهم لبسناهم الكوثر في يديها. غندير لكم انا بحال هكا باش يبان لكم على حساب الضوء. شوفوا معايا الموديلات ياك، غير هادو قلتي ليا كيتلبسوا غير في الوسط ديال الصباع. هادو كثير بزاف هادوك اختي مون، قال لي خويا حمزه طلبوهم طلبوهم السيدات بزاف، قال لي الاكس بي هادوك مايكونوش فلاسي. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين؟ شوف كيجيو هكا في الصباع، شفتوا؟ شوفوا هادي، شوفوا ثاني هادي، شوفوا هذا ديال الورده شحال كيحمق، وهذا ديال الكوغ. هادو موديلات ديال اكس بي، ما كيبغيوش مواد تنظيف وما كيبغوش البارفان. شوفوا ثاني هادي شحال كتحمق، هانتوما شوفوا هاد الشكل هذا، شوفوا هاد الشكل بلاتي البناتي زومي، شوفوا هاد الشكل ثاني فوالا، ونشوفوا هذا بلاتي بلاتي ها فوالا، ندير لهم هكا باش يبانوا لكم كيفاش كيجيو. هادو كياخذوا لا فورم ياك ديال الصباع، شفتوا حيت كيتلبسوا بحال هكا كياخذوا لا فورم. كثر كتلعب. شتو واعرين واعرين. هادوك الاولين اللي وريتكم انايا لاسيي، هادو ليكس بي، شحال الثمن هادو كيبقاو اخويا؟ الثمن واحد اختي مون غيبقاو ب 70 درهم. 70 درهم كاملين اي شكل، اي شكل، اي شكل شفتو معايا هنايا كيبقاو فقط بالثمن ديال 70 درهم. فوالا هنا قبل ما نكمل معكم بغيت غير معايا هنايا خويا عبد الرحيم غادي يوريكم ياك الفرق. هذا اختي مونا بنوريو الناس الفرق، حيت كاين كتلقى غورمات مثلا كتسمع عندنا 100 درهم 90 درهم، فوالا كتلقى في بلاصه اخرى 40 درهم، كتقول الفرق بزاف في الثمن. هاد الناس اما حنا نشرحوا ليه علاش، حنا مثلا الدومين ديالنا عارفينه. كاين هاد غورميطات هادو اللي كيبقاو بثمن رمزي، هادو جي اش واخا يتشوشوا بثمن بالما واخا يتشوشوا بلي برودوي ما تيخسروش حاجه. الوحيده هما الناس اللي عندهم لاليرجي ما مزيانش ليهم، هادو راه كيبقاو 40 درهم. فينا اختي منى ما نعمروا المحل كامل بهاد الشيء، والله العظيم واللي جات نعطيوها وتبانوا واعرين وطلعوا كنبانوا كنبيعوا الرخا ونبانوا اختي منى كل شيء، ولكن ما غاديش نكون صادق الناس الا بعد يوم مثلا. ما فيهاش حساسيه اختي منى، والله انا دابا ماشي كنطيحوا من هادو، غير هاد السلعه مثلا اختي منى اللي رخيصه حيت كتوقع مقارنه، مقارنه باش حنا غير باش تكونوا عارفين. شوف وحده مثلا مثلا هاد رادكو كتشوف هنا عندنا وكتشوف رادكو اخرى هاد لاسي ولا فليكس بي دايره 100 درهم، كتلقى هادي في بلاصه اخرى مثلا ب 80 درهم ولا 70 درهم، كتجي كتلقى رادكو عندنا حنا ب 120 درهم. فهمتك، يعني باش تشرح ليها الماتيير وباش تشرح ليها زعما المعدن باش مصاوب خصك مع حلقه عيب وحده. دابا ولاو هما شراو هما هذوك لي برودوي وخلاوهم عندهم باش ملي تجي السيده يوريها. عطيهم اختي غير شي حاجه رمزيه هادو، علاش ما نبيعهمش انا؟ الناس هما مزيانين ماشي ما مزيانينش، ولكن اللي عندها لاليغزي اختي منى راه ما خدامش، ما عندهاش حساسيه اختي منى تلبس فيهم تاخذ راحتك. ما بامكاننا نخلطوهم في الطابلوات اختي منى قبيله وندوزهم ب 100، لكن ما عندناش والله قد لي القبله ما خلطناش. هذا سميتهم برخوص برخوص، قال لي ساعات برخوص ما كنديروهاش. الحلقه حلقه تاعهم بحال داك الشكيلات اللي كيعجبوا العيالات، يعني داك الشيء التلويزه ودوك الموديلات، ولكن الحاجه اللي فيها الحساسيه غتولي خاسره 80 الف كلينيكا. لا كاينه اللي كتجي كتقول لك انا راه شفتهم انايا عند مريم طبله مثلا برا ولا هذا راه يبقل، راه هما ماشي حمقين زعما، ولا كل شيء هذا الشيء كله رباح. شحال دابا شحال هادي دابا؟ شحال هادي؟ كيبقاو 20 درهم. 20 درهم هاي. ولكن راه فيها حساسيه تجي محظوظه، ما نعطيهاش الحساسيه ترجع للور اختي مونا. وكاين اللي ما كتعرفش واش عندها الحساسيه بدات كتولي دايره هذاك الشيء. علاش؟ حيت عندنا الناس نصحناهم، كاينه بالسيده كانت كتاخذ عندي لي زونسومبل كتحيد لي بوكل كتقول لي ما كنبغيهمش. من بعد عرضت على هادو ديال ليكس بي وديال لاسي جرباتهم وافقوها جات خدات من كل موديل بياس عاد ولات كتلبسهم. اما مثلا هادو راه دي ماتيير اخرين، لكن ضروري هاد لابارتي نقولوها غير باش ما يوقعش هذيك المقارنه، راه ما كاينش وجه مقارنه عندكم وتعرف بان راه فيها الحساسيه. هذيك عرفتيني كتبقى هذاك الشيء نجيو حنا ما جاوبنيش حنا اختكم، يعني بخلاصه القول واخا تكونش فيها تقدر الا دارتهم وداروا لها حاجه عاد غتعرف بان عندها الحساسيه. هادو راه حنا رجاله ولا درنا وما يديروا لنا الحساسيه هادو. صح هذا السيدات تماما، يعني شنو كدير هادو بحال بينا بهم الفرق. فوالا خلا هو قال لك هادو حنا قال لك شرينا هاد السلعه ديال بورخوس غير باش نوريو للسيدات، ما كنعيبو على حتى شي واحد، غير باش السيده ما تجيش تقول لي راه انا شفتها ببلاصه اخرى قل ولا مثلا خديتها ودارتي الحساسيه يعني ماشي نفسها. السلعه الرخيصه اللي بغا بحال هادو راه فيهم مشكلات بزاف، جبنا الرادكو الغليظه الرقيقه الخواتم ديالهم 40 درهم البنات، هاهم 40 درهم قال لك باش كيتباع تشوف الطبيب عاوتاني. وسيرتو ان لاسي دابا اللي مزيان ومعروف دابا تيقول لك ضد الحساسيه، عندك لاسي وليكس بي. لاسي وليكس بي للناس ديال الحساسيه، ديال الناس ديال الحساسيه، كنهضروا على ماتيغ اللي مزيانه. ولا دابا ضهروا كان ضروري بنديروا هاد التوضيح بين قوسين ياك. كاين اللي غتبغي تلبسهم مثلا ديجا كتكون مثلا ما عندهاش لاليرجي ما عندهاش مشكل تلبسهم تاخذ بهم راحتهم وثمنهم راه رمزي، غير الشكيلات
ما غتلقاش مثلا الموديلات ديال لاس يعني اخر موديل بحال داك الشكيلات اللي ورنا قبيله ما كاينش فيهم دوك راه السوق اختي منال هادشي اللي كاين ما كاينش فيهم كيتلونسا في لي باج كتلقاهم عندنا تبارك الله عليك اخويا عبد الرحيم لي زونسومبل ديال الرادكو السنسلات اللي حاجه زوينه اختي بقاو معايا البنات غير نحيدوا هادو وبقاو معايا باش نوريكم السنسلات دابا البنات غادي ننتقل لكم السنسلات كيف ما كيبان لكم كاينه اللي كتجي دوبل شين كاين اللي كتجي اون شين بحال هكا ميني سوطوار شوفوا البنات الشكيلات ديالهم كيفاش كيجيو واخر مره وريناكم ديال 80 درهم دابا هادو كيبقاو لكم فقط ب 100 درهم شوف كيفاش كيجيو دايرين واعرين 100 درهم فقط كاين هاد لو موديل كاين تين هاد لو موديل اللي كتجي دوبل شين جوج ديال السنسلات في وحده شفتوا كيف ما كيبان لكم 100 درهم حتى هادو 100 درهم شوفوا البنات حتى هذا 100 درهم البنات هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير هذا كيجي بحال اللي فيه بحال فيه اللويز ودوبل شين حتى هو 100 درهم اها هذا حتى هو روعه 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 هذه كميه محدوده اللي سبقات 100 درهم البنات باش كيبقاو اها هذا حتى هو نزيدهم حتى هذا اختي ها هو البنات ديال غوتشي حتى هو 100 درهم شفتوا شكيلات روعه اللي عجبتها شي حاجه البنات دير كابتور ديكرون وتصيفطها الارقام اللي كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف وابتداء من 3 ديال القطع توصيل بالمجان دابا البنات غنبدا لكم بالموديلات ديال 130 درهم 130 درهم ما تنساوناش فقط اللي دخلات دير لينا ان جيم وان بارطاج شفتوا باش تشجعونا شوفوا شحال زوينه هاد السنيسله هادي كتجي بحال ستيل غادكو مودرن 130 درهم كاين هذا من الجديد الثاني اللي دخل المحل هذه حتى هي دوبل شين وشوفوا معايا البوندونتيف ديالها كيفاش كيجي داير ياك هذو اللي كنوريهم دابا لاسي لاسي تقريبا شي سبعه ديال لي زارتيكيل غيكونوا 130 درهم 130 درهم ديال لاسي فوالا 130 هاك اخويا حمزه كاين ثاني هذا شوفوا معايا كيفاش كيجي داير ستيل ديالو شفتوا حتى هو حيت طويل شتو مزدو فاصل بغيت تلبس على الفاصل ولا الفاصل الاخر ها نتوما بغيتي هكا بغيتي هكا راه مازال كاينه الزياده ديالو اختي منى كنوريو الناس والثمن كيف ما قلت لكم 130 درهم كيجيو على هذا الشكل غزال حتى هو 130 كنذكر هادشي وكنا كنوريكم لاسي انوكسيدابل فوالا كاين هذا من الموديلات الغزاله حتى هو هذا فيه واحد اللوين روعه شتو كتجي فيه بحال ستيل هكا فينتيج كيجي من اللور بحال هكا دوبل شين دائما والثمن حتى هو كيبقى ب 130 درهم كاين ثاني هذا لو موديل هذا البنات موديلات فريمون راقيه 130 درهم كاين السيدات اللي يكون عندها الذهب وكتبدا تلعب حتى بهاد لي موديلات ديال لاسي وديال ليكسبي كيكون عندها واحد التنوع شفتوا كاين ثاني هذا لو موديل هذا شفتوا كيفاش كيجي داير حتى هو 130 درهم 130 درهم ونبقاو دائما في 130 درهم شوفوا معايا هذا لو ستيل هذا كتجي تريبل شين كيف ما كيبان لكم 130 درهم دائما لاسيي شوفوا معايا ثاني هذه ها نتوما كيفاش كتجي دايره حتى هي 130 درهم وممكن تزيدي في العبار يعني كتجي طويله مازال الثمن كي قلت لكم 130 درهم من 130 دابا غندوز لكم ل 170 درهم شوفوا معايا هذا كيجي اونسومبل سنيسله هاكا اللي كتجي بحال لو ستيل كي قلت لكم ديال غادكو عفوا الغورميت وهذه هي السنيسله ديالها شوفوا معايا الاونسومبل كيفاش داير روعه الثمن ديالو حتى هو لاسي حتى هو لاسي الثمن ديالو 170 درهم 170 درهم غننتقلوا دابا للموديلات ديال 230 درهم 230 درهم غنوريكم هادو وغنوريكم واحد الموديل لابسه كوتر شوفوا كيفاش كيجي داير هذا حتى هو دوبل شين افيك بوندونتيف كريستيان ديور شو ومع السنيسله ديالو حتى هي دوبل شين وبلو ميم بوندونتيف روعه 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 كنذكر لاسي انوكسيدابل بالطابع ديالو الثمن شحال كيبقى هذا 230 درهم 230 درهم موديلات روعه حصريه ودائما كيجيبوا لكم الجوده وكنذكر ابتداء من 3 القطاع التوصيل بالمجان في كازا وخارج كازا وكاين البنات حتى هذا ها هو لابسه عليكم كوتر حتى هو كيبقى ب 230 درهم شفتوا كيفاش كيجي داير فوالا 230 درهم هذا زايد عليه هنا هاد البتيت بيرل هادي دائما لاسي انوكسيدابل 230 درهم دابا غنجي لكم هنا ثاني لواحد الهميزه في لاسي باقي ما وصلناش ليكسبي لاسي شوفوا معايا هاد الاطقم الطقم الاول ديال فان كليف اللي كيجي خاوي من الوسط كيجي فيه الحلقات كتجي فيه لا غورميت وكتجي فيه سنيسله دوبل شين افيك دو بوندونتيف
هادي كيبقاو اثمنه ولا في الخيال ولا في الاحلام 100 درهم فقط. 100 درهم كاين هذا الموديل، هذا كيكون فيه لا غورميت ديالو. الموديل الثاني سون غورميت كيجيو فيه غير الحلقات بحال هكا، وكتجي فيه السنيسله بحال هكا، حتى هو كيبقى بالثمن ديال 100 درهم. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين؟ غنوريكم مازال موديلات اخرين. دائما البنات 100 درهم. شوفوا معايا ثاني هذا الموديل، هذا لاسيي كنذكر، هذا اللي كيجي ملي كيبغيو شي حاجه ملونه. ها انتما سنيسله، هادو كيبقاو 100 درهم. كاين هاد لو ستيل هذا، وكاين هاد لو ستيل اللي كيجي بالغورميت ديالو. شوفوا معايا ديال لاسيي حتى هو هذا كيجي بحال برونز شويه، شوفوا معايا وفيه الحجيرات بحال هكا، 100 درهم فقط. وشوفوا معايا ثاني هاد لو موديل كيجي حتى هو بلا غورميت ديالو، كيجي بحال افي ديامون، حتى هو الثمن ديالو 100 درهم. وشوفوا معايا البنات هاد الشكل اللي لابسه كاوتر، كيجي بحال ستيل ديامون، شفتوا حتى هو 100 درهم. كيمشي فيه السنيسله وكاوتر، ممكن ياك انت اللي مزيراها فوالا. بغيتي تزيريها بحال هو كيديرها لها كاوتر، ما مزيرش بزاف شويه، بغيتي تهبطيها يعني باقي فيها كيفاش تهبطيها، بغيتي ترخفيها ممكن. ها هي السنيسله طويله، ها انتما كيفاش كتجي دايره، ها هي السنيسله شفتوا، ها انتما مازال بغيتي ترخفيها اكثر فوالا. وبالنسبه هادي عجبتني، بغيتي تزيريها تزيريها كتسدك فوالا. نوريها لهم من الفوق كيفاش كتجي دايره كوتر، ها انتما شفتوا كتجي بحال ستيل ريفيير، واعره 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 بحال افي ديامون. 100 درهم البنات، 100 درهم في هذا اللون هذا. ها انتما هي وسنيسله ديالها، حطيهم حدا بعضياتهم باش يشوفوا ما كوتر. ها انتما شوفوا كيفاش كيجيو دايرين، الثمن فقط 100 درهم. من لاسي دابا غنتقل لكم الموديلات ديال الاكس بي. هادو كيجيو فيهم موديلات روميين وموديلات بلديين. تقريبا كاين شي 8 ديال لي زارتي، غنديرو لهم ثمن واحد اختيمون باش المتبعات ديالنا ما يتلفو حتى شي حاجه. فوالا هادو دابا شحال 6 ديال لي زارتي، شحال غيبقاو كاملين؟ 6 زيدي عليهم 5 هي 11 ارتيكل، غيبقاو بثمن واحد تبارك الله عليك. انا غنوريكم وغادا يقول لكم الثمن. كيجي فيها لا غورميت، كيجي فيها الحلقات، وكتجي فيها السنيسله بالبوندونتيف. علاش هضرنا في شي لا قبل الاكس بي في داكشي بلدي، يقدر يتلبس مناسبه فهمتيني، واعرين وستيلات زوينين، وممكن يمشيو حتى ديال البنيتات. الا بغيتي كادو ولا هذا ديال البنيتات زوين، السنيسله ولا غورميت والحلقات اختيمونا تماما. كيجيو هكا على ستيل اونسومبل. كاين ثاني هادو اللي كيجيو ستيل فان كليف، كاين هادو ستيل بابيون، دائما لا غورميت والحلقات والسنيسله بالبوندونتيف. كاين هادو بحال الاولين هما في اللون الازرق، وكاين اللي كتبغي شي حاجه ديال تولي جور هكا تخي سامبل، دائما حتى هي لا غورميت والحلقات والسنيسله بلو بوندونتيف. كلهم موديلات ديال الاكس بي. غنبقاو دائما في الاكس بي. شوفوا معايا ثاني هاد الموديل روعه، شوفوا كيفاش كيجي داير الحلقات، كيفاش كيجيو دايرين فوالا. وبالنسبه للسنيسله كتجي على هاد الشكل، هي البوندونتيف ديالها على شكل سي، واعره واعره واعره. هذا الموديل الاول. الموديل الثاني كيجي بحال هكا بحال نصاصي، شفتوا هكا دائره فيها بحال هاد الحجيرات هكا نصاصيين، والبوندونتيف بيان سور كيجي بحالها. كاين ثاني حتى هاد لونسومبل هذا، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، غزال 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 الحلقات، ومعاه البوندون السنيسله مع البوندونتيف عفوا، كيجي على هاد الشكل. اها نشوفوا الاخرين، هادو اها ديال ليكس بيشا هي حتى هي، هادو كلهم غيدوزو قلتي بثمن واحد. ثمن واحد هذا كاين هاد السنيسله اللي كتجي فيها كل طرف في شكل، وكتجي فيها هنا وريضه بحال ستيل كامومي، وكاينه هادي بحال ستيل غادكو او ياك غادكو، هادي تقريبا غادكو على ستيل حصيره. شوف كيفاش كتجي دايره، هادو كلهم اللي وريتكم دابا موديلات ديال الاكس بي. بشحال غيبقاو اخويا حمزه؟ قلت عندهم ثمن واحد غيبقاو ب 100 درهم اختي، 100 درهم فقط. سوا الاولين اللي سوا هادو اللي دوزنا ثلاثه القطع، سوا جوج القطع، سوا اللي بلا غورميت ديالهم فوالا، 100 درهم فقط. قبل ما ندوز لكم البنات لهذوك لي زونسومبل، غنوريكم هادو. شوف كيف نشوفوا كيفاش كيتسدوا من اللور، هادو كيتلبسوا كيتلبسوا بحال 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 لاستيك، كيتيريو ما تخافوش من كيتيريو ولا شي حاجه شفتوا. وفيهم موديلات روعه، فيهم هاد لي بابيون هادو، كاين هاد لو ستيل هذا، وكيبقاو كلهم بثمن غزال، لوينات مختلفين. هاد الغوز بيبي البيض الزرق الاحمر، وهادي اللي كتجي بحال هكا ديال كارتيي، بشحال كيبقاو الثمن؟ 50 درهم. 50 درهم كلهم كيبقاو بالثمن ديال 50 درهم. وبالنسبه لا ماتيير هادو ليكسبي، ليكسبي هادو ليكسبي ديريكتومون. غادي ننتقلوا لهاد لي زونسومبل تروا ديرتي، الناس كيسولونا عليهم في شيمونا. شفتوا كاين السيده اللي كتشوفوا كتعشقوا في الذهب، ولكن ما كتقدرش تشري في الذهب. دابا جابوه لكم في ليكسبي في موديلات مختلفه، روعه 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 الطريقه ديال الخدمه ديالو. شوفوا معايا السنيسله كيفاش كتجي دايره، كيمشيو معاه الحلقات، كيمشي معاه الخاتم تبارك الله، كيجي حضاري وغزال ها انتوما، وكتمشي معاها لا غورميت ديالها.
كاين هذا على ستيل بحال لوزونج، كاين هذا ستيل بحال خميسه. هانتوما شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا معايا الخدمه من اللور، حتى هو كيمشي مع الحلقات، كيمشي مع الخاتم، وكتمشي مع لا غورميت. كاين واحد ستيل ثاني بحال ديال اللوزه، شفتوا حتى هو 3 دي، شوفوا كيفاش كيجي داير الحلقات ديالو، حتى هما كيجيو حضاريين. شفتوا شي حاجه كتجي غزاله، هانتوما كيفاش كتجي دايره. وكيمشي معاه الخاتم ديالها هانتوما، ودائما الغورميت. هي التشكيله هذا اختي منى، وكاين هذا اللي كيجي دائري، هذا هو اللي كان خارج في الاول، هو الموديل الاول ديال 3 دي. شو اللي كيجي دائري غزال، حتى هو نفس السيستيم، سلسله بالحلقات، السلسله بلا غورميت عفوا، الحلقات، الخاتم ولا غورميت. وبالنسبه للثمن خويا حمزه بحال كيبقى؟ بالنسبه لهذو اختي منى غندير لهم 200 درهم كل شيء. اه وغندير لهم السلسله اللي كتكون مزيانه فيهم اختي، حتى السلاسل كيجيو ناقصين شويه اختي منى. اه باش الناس شي باش هما ولاو عارفين هذه القضيه. اه السلسله كتجي ناقصه، حنا كنحيدو من كنا كنخدمو بليكس بي في الاول، كنا كنحيدو من الناس عارفين يعني السلسله اللي كتجي مع لونسومبل كتحيدو وديرو سلسله اخرى. السلسله مزيانه اختي منى، كيعرفوش الكليان حيت هما كيسيفطوه بسلسله ناقصه باش كيجي الثمن ناقص. اه السلسله ديال ليكس بي، شوفوا الخدمه ديالها باش انت الفرق راه يبان الناس. شوفوا الفرق، يعني غيحيدو لكم هادي وما عارفين كتجي ناقصه، كتبغيو هادي معاها، هادي غير كيزيدها لك بحال كتدي معاك جوج سنيسلات. جوج سنيسلات شتو هاي البنات، كتبقى قلنا الثمن 200 درهم بالسلسله ديالو، عوض كتبع 45 درهم. يعني نقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها، هاي البنات والثمن كيف قلت لكم كتبقى ب 200 درهم، وكيعطيوكم معاها سنيسله اخرى باش تبدلوا هادي. غنوريكم البنات حتى بالنسبه للحلقات، كاين السيدات كيجيونا كيبغيو غير حلقات اولا كياخذوا دي زونسومبل وما كيلقاوش فيهم الحلقات، هنايا هادو كلهم اكس بي ويعموا بهم كارونتي اختي منى، ما يطرى لهم حتى شي حاجه، حاجه جون شونجو لهم حنا كنوعدوهم. هادشي اللي كاين تبارك الله عليك اخويا حمزه. هادو كيمشيو بدا هاد الصف هذا، هاد الربعه الاولين 20 درهم 20 درهم كيمشيو ب 20 درهم فقط. شفتوا ها هما كيف ما كيبان لكم ثلاثه ديال الموديلات، وبالنسبه لهاد الموديلات اللي الفوق كيمشيو 35 درهم 35 درهم بزاف. هادو حيت كيجيو شويه، هادو كيجيو شويه كبيبرين، نحاولوا نزربو اختي منى باش ما نضيعوش الفيديو. شوف كيفاش كيجيو دايرين فوالا. وبالنسبه كاين ستيل كوغ، كاين هنايا هذا اللي كتجي فيه حجيره راه كيبانو، هذا ثاني هذا الستيل اللي كيجي فيه بحال ستيل مكانه، كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا اللي كيجي بحال وريضه حتى هو هانتوما، هذا واعر حتى هو، شوفوا كيفاش كيجي داير غزال. كلهم 35 درهم، هادو 35 اكس بي، وهادو 20 درهم. شنو هادو ديال الناس كيسولونا على هادو اللي كيجيو ديال المضادر؟ المضادر اختي منى، هادي دابا ديال المضادر، المضادر كيجي بحال هنا راه في الوقت كتحب الناس السطوان. فوالا شنو نقول لك، هادو كيجي في واحد الكروشين غزال. بلاتي بلاتي غديرهم لكم كوتر من الاحسن باش تشوفوهم معايا، هما متوفرين كوتر غتلبسهم لكم. في المضادر وكيدار هذا بحال شكل السطوان، زوينه هادي، هادي حمقاتني هادي، بقاو معايا غتوريها لكم كوتر باش الناس اللي ما عرفوهاش. فوالا البنات ها هي كوتر قيساتهم ليكم مع مديدرات، جاو فنين. شوف كيفاش كيجيو البنات، هانتوما كيجيو روعه. الدكتوره كوتر موديل بزاف ياك، الدكتوره كوتر اولا ساليكم الذهب. البراسلي الخطير اللي كاين، هانتوما البنات البراسلي العجيب اللي كاين في الذهب، حتى البنات راه كنت وريته لكم في الذهب في قياسه توا في لي باك، مازال البراسلي مشيت عندو ليا مع خويا زهير دابا اختي منى، هانتوما احتراماتي للاخ زهير، الله يحفظه تا هو، الله يسر ليه تا هو، الله يعمر هذا ديجا تعاملنا معاه انسان الله طيب. شتو هانتوما هذا كنت وريته لكم في الذهب، شوفوا دابا جابوه لكم في ياك لاسي، هذا لاسي هذا ماشي 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 الاكس بي لاسي، وشوفوا البغاسلي ديالو كيفاش كيجي، وريهم اخويا حمزه كيفاش كيتحل في الطريقه ديال الحله اختي منى. ساهل ساهل، تما فيه فيلطاج هنايا كياخذ لا فورم وكيش جامع لي فورم، يعني حتى اللي يدها عامره تبارك الله راه كوتر يدها رقيقه، ولكن واخا هكاك راه كيجي في اللبسه كوتر كتسالي. ما قلناش لهم بدا الثمن ديال هذا اللي كيجي ديال النضيدرات، شحال كيجي الثمن ديالو؟ شحال؟ 80 درهم 80 درهم، واش فيه واش فيه دوطخ موتيف من غير الفان كليف؟ اغلبيه خارج دابا الموديلات الاخرين فيهم فان كليف كتكون خاويه وفان كليف عامره، وكاين دي موديل اخرين، ولكن الفان كليف هي اللي طوندونس دابا مطلوبه. شفتوا وبالنسبه للبغاسلي وال هذا هي هي على كوتر تركيز كضحك بروحك بروحك كوتر، والله الا كنت سالي معايا حتى من دار اختي منى راه عندنا ياك ممكن ديرها حتى ديال الشمس، الشمس والشوف
ونديدرات راه عندهم لي كادر، لي كادر عندنا حتى النظر ديال الشمس، وديال الشمس غيكونوا موديلات جداد ان شاء الله عاوتاني غتبدعوا، يمكن اكثر من اللي غيقرب ياك كلشي كاين، عينيك لعنقك لايديك لودنك كلشي كاين، وليتي الحاجه اللي دابا اليوم. وبالنسبه لهذا لونسومبل هذا اللي دايره كوتر في ايديها كيبقى الشمونه غادي يبقى لهم 220 درهم، يعني في واحد الباج راه محطوط ب 450 درهم، 220 عند مجوهرات الحاج محمد الدكالي، واعره البنات واعره 220 درهم. وكنذكر هذا راه لاسي، شوفوا العوينات كيفاش دايره اختي منى، شوفوا العوينات ملبوس في اليد ديال الاخت كوتر، الفرق اللي كيكون هو في لي طاي ديال لي باك. دابا هذا الا لابسه كوتر شحال طاي؟ هذا فيهم قياسات ديال الذهب، هذا 19 هذا 17. ها انتم شنو هما هذوك؟ حلقه حلقه راه خويا شتو كيفاش داير من هنا؟ شوف تلفت منى والله الا تلفت بالله، شتو لاسي هادو حلقات هما ديال لاسي، ثمن زوين خشيمو شحال يبقى؟ ب 25 درهم، 25 درهم فقط كادو، بحال غتاخذهم كادو 25 درهم. انا راه لوجيست اختي منى، حمزه علام تبارك الله عليك، ابار فيديو راه كيكون لوجيست، يعني الكليان اللي ميسر واللي ديجا كيتعامل معنا عارف راه عارف المعامله، ما كنقدروش نصيفطو لكم الكليان. عبد الرحيم ديال كاع الدريات الصغيرات راه عطيناهم حلقه، صح يلاه اللي عندها شي بنيته تجيبها معاها، غتاخذ الحلقه فابور. تبارك الله عليك اخويا حمزه، وديريكتومون غادي ندوزو اللي بغاتي. ساليت معاك الحاجه، ساليت معاك عندوز لي براسلي اللي فيهم واحد الكوليكسيون جديده. هانتوما البنات شكيلات واعرين، هو كاين واحد الجديد كيهبل ديال النقره، غيبقاو معايا ما تمشيو فين، عشاق النقره هادو غندوزهم دغيا باش نوريكم الجديد. هادو كيمشيو بالخاتم ديالهم ياك، هادو بالخواتم ديالهم خليناهم تمن رمزي، فيهم موديلات اللي جداد اختي منى، ديجا دوزنا واحد الموديلات كانوا ب 70، حتى هادو راه ما قدرناش ندير لهم تيبقاو ب 70 درهم. هي الخاتم براسلي كيشد جامع لي فورم، يعني واخا يتلوى واخا كلشي كيرجع، هانتوما الطريقه ديالو راه تقدر مثلا الا ترخف ليها كاع اللبسه راه كيعاود يتزير، كتزير جيبها هنا شويه على حساب الضو كيضرب فوالا باش يبان لهم. شو كيفاش كيجي داير واعر، حتى لاباك ديالو راه كيشد جامع لي فورم، حتى هو اللي صباعها رقيق اللي صباعها عامر، ما بقاوش حتى مشاكل في لي طاي، اللي بغاتو راه تقول لك صيفط لي هذا بلا ما تحتاج تقول لنا القياس ولا لي طاي، يعني كيشد جامع لي فورم. تبارك الله، وفيهم دي موديل مختلفين بحال هذا الفان كليف، كاين هذا الشكل ديال الفيرزاتشي، كاين موديلات بحال ديال بيفيل كاري، وكاين شي حاجه كتكون سامبل بحال هذا البيض راه فيه بحال هكا كارتي، اما هكا كلو بيض، اما هذا كيجي كارتي. هادو اختي منى كاملين 70 درهم من غير هاد الشكيلات، هادو راه ديجا دوزنا اللي ملونين، هادو حتى الخدمه ديالهم خدمه اخرى، هاد البراسي تقدر تعوجو كما بغات، كيبقى في الفورم كيبقى في لافورم، وكيشد عاوتاني لافورم اللي بغات، كاين اللي كتلبسو هكا كاين اللي كتلبسو هكا على حسب اللبسه، كل وحده والستيل ديالها. هادو اختي منى 120 درهم، 120 درهم لاباك ديالو، حتى الخاتم راه كيشد لافورم، راه كيتحل كيشد جميع القياسات، حتى هو حتى هما نقدروا نسميهم ستوندار، حتى هما نسميهم ستوندار وي، شتو فيهم فان كليف، فيهم هذا الستيل هذا، وجبنا لهم حتى هذا الكارتي اللي كيكون براسلي واحد وفيه ثلاثه ديال البراسلي، هذا حتى هو بلا باك، هذا راه ديجا كان داز 120، غادي يبقى له 100 درهم هذا بلا باك ديالو اختي منى، بحال عندها ثلاثه اللي براسلي مع ثلاثه خويتي، ثلاثه براسلي وحتى لا باك يبانوا فيهم ثلاثه، شتو بالنسبه لهادو حتى هما درنا فيهم سولد، هادو كنا وريناهم ليكم هادو ديجا كلهم سولد، 120 كان لي 130، هادو ديجا كنا دوزناهم 150، هادو اختي منى راه غيبقاو لهم 90 درهم كاملين 90 درهم، خصوصا هادو اختي منى يعني حتى الثمن ديال راس مالهم راه زعما، وكنذكر هادشي لاسي كامل، هادو لاسي كلهم لاسي اينوكسيدابل، كنقولها شقى يبيعو مي بيه كلشي ما كتخافيش منه، من الموديلات عاوتاني الجداد هادو ديجا حتى هما كانوا، كاين هاد الكارتي اللي دوزنا لهم الرقاق هادو 90 درهم، هادو ثلاثة ب 90 درهم، 90 درهم هاد الكلو حتى هو اللي مطبوع راه ديجا قلنا اللي مطبوع راه 120 درهم، الحجر واللي سامبل راه كيبقى ب 80 درهم، هو فيه اللوان ديالو، كاين هاد الموديل السيربول كان حتى هو تقطع وعاود رجع، وانا كنت قيساتو لكم كوتر في الفيديو السابق، شو كان فيه كلي فيه جوج بونتيغ يكون في ديال دوبل فيه جوج دريوس، جوج دريوس اما بونتيغ اما سيربون، وي هذا راه هو كيبقى شحال هو 120 درنا ليه 100 درهم، كاين هذا الموديل الجديد خطير راه مخدوم بحال شكل النقره، هادشي اللي بغيت نقول لك، هذا مع هذا اول مره نشوفه، اول مره وحتى طريق شوف الحله راه فيه كروشي هنا، باش نقرب اجينا يا خويا ها فوالا باش نوريك، يعني في واحد الكروشي هنايا كتدخل هذه الفان كليف كروشي وكيتس، شتو واعر حتى هو، هذا راه اللبسه ديالو خطيره، ونذكرهم راه لاسي حتى هو اختي منى، يعني ما تخافش منهم لي برودوي ولا الماء ولا اي حاجه. وشحال الثمن ديالو؟ هذا كيبقى 120 درهم، 120 درهم بلاتي غنقربوا لهم هنايا 120. وبالنسبه لهادو، هادو راه الكارتي يعني المزيان ماشي العادي، ديما كنوريهم المزيان اللي مدقوق اللي فيه وفيه ديك الحجيره، واللي كيكون مدقوق ماشي اللي مكتوبه فيه الكارتي، هذا راه كيبقى 120، العادي ديالو راه كنا جبناه وما بغيتش اختي منى نعاود نخدم به،
يعني الناس كتدي الكارتي مولفين كيخدموا معايا. ولفت لا كاليتي اخويا اخويا عبد الرحيم ياك. مرحبا. وبالنسبه لهادو راه كيبقاو الثمن ديال 90 درهم بخلاف هاد الثلاثه هادو اللي غيبقاو ب 100 درهم. هادو تاو مرة تقريبا فيهم واحد المعدن اللي خطير يعني كتشد جميع لي فورم واخا يتلوى واخا اي حاجه. عجبوني هادو كتهناو تما القضيه ديال لي طاي ديال القياسات اللي كيف ما كانت ايديها تلبس اي فورمه ديال الايد يعني حتى اليد عامره راه هو اصلا كيبقى محلول باش ما كيتسدش هكا. اه لا ما كيتسدش كتبقى شويه كتبقى اللحم كيبان. ايه هذا مثلا راه فيهم ديال كريستيان ديور فيهم هادي ديال هيرميس وكاين هاد لي موديل هادو راه كيبقاو 90 درهم هاد الرقاق هادو محلولين من التحت. هادو 90 وهذا اللي شاد في يدك 90 هادو 100 درهم 100 درهم. شتو هانتوما البنات بلاطو تبارك الله ما شاء الله الجديد ياك ابتدا وريناهم من 70 من 70 حتى 120 درهم في هاد البلاطو. لا راه جيب لي هذاك 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 الشيء. والمفاجأة اختي مونا مفاجأة البنات كتحمق ديال النقرة غتلبس لينا كاوتر. اجي كاوتر اجي اجي كاوتر قيسي هذا الخير. وهذا اختي مونا النقرة يا البنات هذه نقرة ديال ليطالي ماشي ديال البلاد. واعره الخدمه كيفاش مخدومه واعره. وحتى دي موديل اللي خطيرين جدا بحال هذا راه كيبانوا فيه ثلاثه اللي بغاسلي هو بغاسلي غير واحد دابا النقره دايره بحال هكا النقره هذه كتبريبار حتى بالنسبه للوان اختي شوفوا البنات باش غير نوريكم باش بغيتو غير زومي باش يبان لكم بلاتي. ها هو البنات شوف كيفاش كيجي داير كيجي الشكل ديالو ثلاثه بحال في ثلاثه اللي بغاسلي شفتو هادو راه ما نقدروش نقولوا لي بخي ديالهم حيت ما كفيناش الوقت. اللي بغات الموديل تسكريني تواصل معايا نعبروا ونقول لها الثمن ديالو حيت هادو خصهم يتعبروا البنات ماشي بحال الاخرين. وغادي نطولوا الفيديو ماما انا غنوريكم دغيا دغيا الموديلات. كاين هذا الشكل كاين الشكل اللي وراني خويا عبد الرحيم كاين هذا وكوتر غتلبس لكم واحد لي دو موديل كاين هذا كاين هذا هانتوما كنطول اللي عجبها الموديل غير تصور الشاشه. يعني حنا باش نزربوا عليهم شويه هادو راه كيتلبسوا يعني تاهما محلولين غير صوري الشاشه وصيفطيها ليه غادي يعبروا لك ويصيفط لك ديك الساعه في الواتساب. هذا الشيء مونا فيه كروشي هكا كيتحل يعني دي موديل اللي مخدومين بحال ديال الشكل الذهب عاوتاني كيرجع ليه كروشي هنايا وكيتسد. تبارك الله عليك. هذا القياس الاخر كاين هذا تا هو الشكل ديالو بحال الشكل اللي كنا شفنا في لي بغاسلي اللي كيتحلوا من الوسط. اها وهادو كاملين بالطابع ديال 925 درهم ديال الايطالي. واش فيهم كمية؟ يعني الموديلات هادو عندي ومعاودين يعني فيهم كمية فوالا حاليا كاين كمية ولكن ساري وحنا تقدر مثلا يعجبها شي موديل وما يعاودش يرجع. نعطيو الأخت منى أخت كوتر تقيس. ها هي كوتر نتعلم مباشرة. هذا كيتوجد لبسات. عطيها لها كيفاش شوفوا كيفاش كيتلبس. تلبس هكا مسدود أولا مقلوب هكا. واعر كيجي في اللبسة كيجي خطير شوف الشكل هذا فيه البيض مع البرونز. مع البرونز ديالو. ورينا هادو. هادو تاهما خطر. حمقوني. فيهم اختي عرفتي فيهم واحد المعدن واعر ديال النقره خادمين واعر. شوفوا شوفوا. هادو نحيدوا الاخت كوتر هادو لبستهم لها بثلاثة بقاو معايا. اي فوالا البنات هانتوما شوفوا دابا قيسنا لكم هادو واش كيمشي طقم ولا كتاخذوا واحد بوحدة. اللي بغات اون بياس نخليو لها اون بياس اللي بغات فيه ثلاثة راه كيكون فيه برومو. واعر شوفوا البنات. وفيهم واحد اللوينات اختي منى نركزوا عليهم على الحجيرات هنا. شوفوا شوفوا هانتوما انا غنوريكم. حجيرات راه ملونين لداخل. شتو يعني خدمه فيهم فيه خطيره خدمه روعه بلاتي كوتر. ها انتم شوف كيفاش كيجيو دايرين واعرين. وكاين هذا ثاني شدوا لي فورم على اي قياس. حمقوني شوفوا شوفوا البنات كيفاش كيجيو فيهم لي بيغل. اه من هنا شوفوا كيفاش الخدمه كيفاش خادمينهم واحد الطريقه روعه. نقره فيها لارجونتي والدوغي والبرونز باش نقرب لكم اكثر باش يبان لكم لارجونتي والدوغي والبرونز. اللي عجبتها البنات اللي ضيق الوقت والسيدات كيتسناو قدام المحل كنعتذروا منهم اللي جاوا لقاونا كنصوروا كنعتذروا منهم. اللي ضيق الوقت اللي عجبها شي حاجه البنات غير تصيفط لهم في الواتساب ويوزنوا ليها ويعطيوها الثمن ديال كل حاجه دغيا بعجاله غنوريو كاينين حتى هاد الموديلات هادو. هذا اختي منى اللي كيكون بلان ما كنبغيش يعني نطول الفيديو هذا راه سامبل. اها وحتى الوزن ديال ممكن مثلا السيده تاخذوه هي وهو هذا كيجي واحد تلبسهم بهذا الشكل يعني تجاو غزالين. اللي بغات مثلا تلبسهم بهذا الشكل تقدر تلبس واحد مع كل واحد اولا جوج. كاين هاد الموديلات هادو تا هما اللي كيجيو سامبل ومحلولين من التحت. كل شيء هادشي اللي كنوريكم نقرا البنات يعني هادو واو في لارجونتي واعرين واعرين واعرين. هاد كاين هذا في الدوغي شفتو كيجي تا هو مشبك ومحلول من التحت كيشد جميع الاشياء. نقربوا لهم باش يشوفوا كيفاش داير. هانتوما كيفاش كيجي داير باش يزومي. هانتوما واعرين 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 موديلات خطيرين. كاين هاد الشكل نيت بحالهم هادو الفرق اللي بيناتهم هذا شويه زيكزاك. اها باش يبان لهم الفرق. الزواقه مختلفه بحال غير الزواقه مختلفه. سكريني ونصور لها الشكل هذا اللي بغات سيرتو هادو ديال النقره شفتو هذا تا هو اختي منى اللي فيه واحد الكروشي خطير اللي كيتحل من التحت.
يلا البنات لا جيم لا جيم لا جيم والبارطاج باش كلشي يستافد. كيتحل من تحت البراسلي وكيجي من البوسه عاوتاني الطريقه ديالو تسدى راه كيتسدى هكا خطير. وكاين هذا الموديل هذا في هذه لابيغل هذه وكاين هذا الستيل هذا. كلهم اللي عجباتها البنات شي حاجه هنا كنطول غير تصور الشاشه وتصيفط الارقام. كاين عبد الرحيم وكاين حمزه يقولوا لكم الثمن كل حاجه من بعد ما يوزنوها. كنعاود نذكر ابتداء من ثلاثه ديال لي زارتيكل ياك تنقرا داخله تنقرا وي اختي. ابتداء من ثلاثه ديال لي زارتيكل توصيل فابور في كازا وخارج كازا. وختامه مسك البنات ضروري ما نوريكم المكانات ما قدرناش نوريكم النقره اللي مشلله بالذهب. دائما كنجي وما كنقدرش نكمل كلشي. فاول حاجه غنبدا لكم بها في لي مونتر هو هذا الستيل جديد ديال كالفين كلاين اللي خرج بجوج شكال كيف ما كيبان لكم جوج تلوينات عفوا الابيض والكحل. البراسلي اختي منى رحم قاتني انا كيفاش كتجي ديالها انا راه كتكون فيه واحد البلاستيك الكارونتي داكشي باش السده ديالها نوريهم اللبسه ديالها كتجي على شكل البراسلي شتي الحله ديالها كيفاش كتقاد شتو واعره كتجي على شكل البراسلي واعره 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 موديل جديد هذا اول مره غادي نشوف انا هذا الموديل اول مره ودرنا لهم ثمن زوين ونختمونا شتو بشحال كيبقاو هادو هادو ختمونا غادي يبقاو لهم 120 درهم 120 درهم فيهم البيضه وفيهم الكحله الكحله ديالها شتو هاي جوج تلوينات اللي متوفرين ديرها لي هنايا حيت هنا هذا ما كيبانش هانتوما البنات شتو ثمن 120 درهم 120 درهم غندوز لكم ثاني لواحد لو موديل كاين هذا الموديل عاوتاني اللي فيه الطابلو في النواغ وكيجي فيه بحال الزواقه كتجي بحال 3 دي روعه حتى هو شحال كيبقى حتى هو 120 هو كيبقى 120 درهم 120 درهم وفيه هذا الستيل الاخر ديال شانيل ها هو فيها كولور واحد الدابه اللي فيها غير الدوغي الدوغي وكيجي بحال كاسيرتي بالحجيرات شتي وفيها سميطه زوينه وسميطه كيف ما كيبان لكم في الدوغي نفس الشكل كاين ديوغ عاوتاني يعني كندوزو داكشي بعجاله واعرين هادو ديال واعرين كنلقاو 120 درهم وشوفوا معايا بغيت نقول لكم غير الحجم شتو قداش كتجي هادو لي فورم ديال اختي منى راه صغار وحتى الدوره فيهم واحد الشكل زوين هنا في الدوره ديال المكانه شتو يعني كاينه اللي كتكون بهذا الشكل بلان. واش جبتي فكرتيني خويا جبتي ديال الماء ديال الماء ديال الماء مفاجاه اليوم عندنا الروليكس ديال الماء اليوم تبارك الله عليك هادو كلهم 120 ياك هادو 120 نزيدو عليهم حتى هادو اللي ديجا دوزناها اول مره ب 180 راه داخله دابا في السولد هذه راه خدمتها خطيره شفتو حتى هي دخلتوها في السولد حتى هي 120 شوفوا كيفاش دايره البنات في النوار هذه اللي جات الاولى راه تاخذها بغات تاخذها ب 120 لحقاش راس مالها تقريبا اختي منى هذه 120 درهم البنات فنه وهاد البرونز هذه حتى هي 120 حتى هي 120 راه نفس الخدمه هي تقريبا في السمطه ديالها شفتو واعرين يلا لا جمال البنات 120 درهم فقط الدراري كاينين في قصريه الزموري حاج المحل حاج محمد الدكالي قصريه الزموري شارع عبد المؤمن في درب غلف وفين ما كنتي يرسلوا لك حتى خارج المغرب حتى خارج المغرب حتى خارج المغرب ها نكملوا الشكل هذا ديال شانيل حتى هو واو شوفوا معايا البنات الشكيلات كتمشي بعض المرات عند شي واحد كتلقاي عنده جوج ديال الموديلات ماكسيموم هنا تبارك الله عليهم الدراري كل مره كيجيبوا الجديد وكل اسبوع كتدخلوا ياك جي جديد ماشي كل اسبوع كل نهار كل يوم تقريبا حيت حمزه دائما كيمشي كيتقدى كل نهار كيمشي يقلب لكم في السوق راه السوق كيجيبوا لكم البنات شحال حتى هما غادي يبقاو هذوك حتى هما يبقاو 120 درهم 120 درهم شوفوا معايا البنات ثاني هذا لو موديل هذا ديال مايكل كورس كيجيو فيه جوج تلوان لارجونتي والدوري هذو كيجيو تقطعات اختي منى كنا دوزنا اول مره ب 280 دابا راه لقينا فيها واحد التخفيض شويه كتقال 150 درهم 150 درهم وفيها الدوغي ديالها وكتجي كبيره على الاولين اللي ورينا الفورم ديالها كبيره شويه شفتوا 150 درهم فقط يلا ديريكتومون ندوزو للروليكس مباشره كندوزو الروليكس ديال الماء ماشي العاديين اللي كنا دوزنا حيت كانوا كتكون بوميتاسيون شي حاجه هادو فيهم فينيسيو خطيره يعني حتى السيده مثلا الا كانت كتشقى وطار ليها الماء اولا مثلا هادو نذكرهم اختي منى حتى السماطي ديالهم لاسي لاسي يعني الماء ما يدي منها حتى شي حاجه ما تكحل ما والو كتعرفو الطابع ديال ستالين ستيل هنا ستالين ستيل يعني هي الطومبو اللي كيجي في لاسي حتى لي مونتخ راه فيهم لي كولور في الطابلو شفتو بحال دابا هادي مونتخ في البوغدو في البوغدو ودوغي يعني طابلو في البوغدو واعره هادي كتجي في الدوغي كنذكر كلهم ديال الماء هذه كتجي في البلو هذه كتجي في النوار هاد لي دو وهذه كتجي في البيض وباش عجبوني ديال الماء يعني ممكن ديريها هي وغورميطه ديال لاسيد تشقى بها تاخذ راحتها تبارك الله عليك وشحال الثمن كيبقى هادو راه كيبقاو ب 200 درهم في عوض 250 درهم 200 درهم في العوض ديال 250 درهم كنعاود نذكر ديال الماء موديلات فريمون طوب اي فوالا متابعي القناه وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا من المحل ديال الحاج محمد الدكالي اللي بيع مجوهرات لاسيل بلاكيور النقره
والنقره مشله بالذهب. كنبغي نشكر خويا عبد الرحيم، بارك الله فيك على الشروحات وعلى التفاصيل ديال التفاصيل باش كل شيء يكون على بال، سواء الناس اللي غيتقداو سواء الناس ديال الجمله. اللي كان كنبغيو نقربوا لهم كل شيء اختي منى، اللي ما عارف شي حاجه راه يتشاور معنا ننصحوه باي حاجه. تبارك الله عليك، قدموا لي يعني اي معلومه بغا نقدموها اختي. تبارك الله عليك، شكرا لك خويا حمزه، الله يكبر بيك، شكرا على لي موديل اللي كتختاروهم بعنايه والله العظيم. تبارك الله عليك، كنلبسوا هذا الشيء وكاين حاجه مزيانه اختي منى، صح ياك مع التجربه. تبارك الله عليك، ديال القناه ديالك ديما غنبقاو نتهلاو فيهم نتهلاو فيهم تيشوفوا. الله يحفظك ليا خويا، بارك الله فيك، وكنوجه لهم من هنا تحيه كبيره كبيره كبيره. اختي منى حيت السهل، الله يحفظك ليا خويا حمزه والمشاغبه الدكتوره كوثر. الدكتوره كوثر شكرا لك بزاف بزاف، كتلبسينا لي زارتيكل باش كيشوفوهم الناس وكتقربيهم لهم على ارض الواقع، كتشوفهم كيشوفهم كيفاش كيجيو من هذا ملبوسين، حيت بعض المرات واخا نوريهم لي زارتيكل بحال هكا ياك ملي كتلبسيهم لهم عاد كيبان لهم الشكل الحقيقي. فشكرا لك بزاف بزاف، مانكاحيه اختي ياك ومريحه حتى الروح ديالها يعني مريحه. فشكرا لكم بزاف ليكيب كامله، تبارك الله عليكم. لا العفو بالعكس، الله يكبر بكم. حنا اللي كنتسنى منكم فقط متابعين الاعزاء هي جيم وبارطاج، واللي اول مره كيشوف القناه وعجباته ضروري ما تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. كنتسنى التعاليق ديالكم اقتراحات ديالكم، وغادي نقول لكم بسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.